ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين علاش حنا عندنا جوج بحور وكناكلوا السردين اللي هو ديال الفقراء ب 25 درهم والفوق، وتعرفوا الناس أشنو قالوا لنا. أجيو معايا. السلام عليكم. السلام سيدي. بخير بخير. قدمت مع الصحاب. الله يحفظك. علاش حنا عندنا جوج بحور وكناكلوا السردين يعني فوق 25 درهم والفوق؟ والسردين دابا كنعرف السردين كيغلى في الشتاء ماشي في الصيف، وما عرفتش هذا الصيف هذا غلى ماشي السردين، لان واحد القضيه باش تفهمها مزيان اخويا. السردين يا سيدي موجود في البحر، واخا البحر ما كيتقاداش، ودابا الحوت شكون اللي كيقضي عليه؟ ومش الشناقه، الشناقه هو راه رخيص، شي كيبيعوا شي ما كيوصل للمواطن الحوت كياكلو غالي، تما كيطلع في الثمن، كيطلع في الثمن. اما الحوت راه في الصيف راه كاين ما كاين لا موفيطه، كما الهضره ديال الحوت موفيطه، ما كاينش المواج طالعين، راه كاينه تقريبا عند 6 متر ومتر كيدخل ليه صيد، وعلى الفليكيه راه كيجيبوا الحوت تبارك الله، ولكن شي وحدين دايرين سميتو دايرين محتكرين هاد القطع نمشي الشناقه، هما اللي كيغليو. وتصور الصنوق كان ب 70 درهم ديال السردين، 60 درهم 50 درهم، ولا ب 35 الف 40 حتى 50 الف فرانك اخويا. راحت العلف غالي والماء ما بقاش مالح، السردين حتى هو راه خاصو العلف، وراه السردين كيعلف. والفلاحه البحريين مساكن ما بقاوش كيلقاو باش يسقيو الماء، وتحققت حماق، لان عندنا جوج بحوره بحال اللي مضروب في راسو وحازم ركبتو. يعني انت عندك جوج بحوره وما كتاكل السردين، خافوا الله في الناس اللي مستهلك، على ماشي تعطيو الناس الذهب وتعطيونا حنا الجالوق، راه هذا هو اللي كاين. ما تعطيوش الناس الذهب وتعطيونا حنا التفرتيت، ما تعطيوش تسينو اتفاقيات اللي كتقهروا بها الدرويش بالدرجه الاولى. راه هادشي باش كيعيش اللي كيتكوكط في المرصا، واللي كيمشي يفيق مع 4 الصباح مع 5 الصباح اش يلقى؟ وداك اللي باغي يطيب القويميله لوليداته معول على واحد 1000 ريال اللي غادي يمشي بها، شناهو يشري سردين ويزرعو في السطح، يطلقو في السطح، شناهو يديرو في كواريوم باش ما يتقاش؟ انا شريت السردين. في نظرك دابا انت بشحال خصنا ناكلو السردين اللي هو حوت ديال الفقراء؟ وانت هذيك ملي كتهضر في 10 درهم راه ما خصناش نهضرو فيها، ملي كيوصل 10 درهم راه كاريتها، راه بحال 100 درهم. ملي كيوصل 10 درهم راه غلا. كاريتها راه كتمشي انت 10 درهم وغالي، ودابا اللي يدير 25 درهم 30 درهم وراه ما بقاش ديال الدراوش، حيت ما بقاش، حيت ولا كيتسقى ولا حتى هو كيتعلف، ولاو كيعطيو فلوس باش يشري اللي بغا، ما بقاش كياكل اي حاجه. انا السردين ما بقاش كياكل اللي كان، ولاو البحريه كيفرقوا عليهم الفلوس باش السردين ياكل اللي بغا ويتسارى، وكيمشي حتى هو يتصيف في الصيف ولا كيتكبر علينا. الماده هذه حيويه مهمه للاطفال، بعدا فهمتي وليداتنا السمك مهم للذات، وهذه وحنا تبارك الله كنمتازوا بواحد يعني ثروه سمكيه هائله اللي حاسدان على الاتحاد الاوروبي واسبانيا اللي حدانا فهمتي. وانا كنت في اسبانيا واحد المره وكنشوف يعني الصبليون عينيهم خارجه بحال السردين على الاسماك، وعلى كيهتموا بها واحد الاهتمام يعني جنوني، وحنا ما كنديوهاش فيه. يتثقوا في هذا الشعب، راه هاد الاسعار اللي كيزيدوا فيها ديال المعيشه، يعني في الاسعار ديال المعيشه راه ولا الشعب كيعاني مسكين. دابا مثلا استاذ شحال حنا خصنا ناكلو يعني الحوت ديال السردين اللي هو ديال الفقراء، شحال ماكسيمو خصنا ناكلو؟ الثمن شحال؟ واجي تشوف راه السردين ديال الطون وهذاك الشيء خصو يكون بالمجان من عند الدوله، حيت الشركات ولاو اللي كاينين في الشركات عندنا ديال الاسماك ولاو كيلوحوا يعني السردين اللي كتفوت الصلاحيه بالاطنا كيلوحوه في البحر، يعني خصنا ناكلوها بافضل، خصنا نستغلو يعني يولي يتعطى بالمجان على حساب الدوله. علاش؟ على الفقراء، على التعاونيات وعلى الدعم. وعندنا جوج بحوره شي مشحال هادي، واش حنا كبرنا فيه؟ لان علاش بحر كيتسمى بحال ماشي ديالنا؟ علاش كاع اجود الحوت كله كيتصدر برا؟ حنا لا كناكلو كبايله السردين، ويلا جرينا جريت عيا كندوقو ديك السمطه ولا لا نشوفها، السمطه ولا لا نشوفها كندوقوها. حيت الا درتي هادشي حنا حنا واقيلا حوازين في هاد البلاد، لان هاد البلاد ماشي ديالنا، ديال موالاه اللي هما مخفيين. حنا
مدرقين هذوك المخفيين، حنا مدرقين اللي مخفيين، واللي كانوا هاد الناس واعرين لينا حنا التصدير، هو اللي قتل الفقير المغربي، هو اللي قتل الفقير المغربي، حيت الشركات استولوا على كل شيء، الشركة جات على البارح، أما المواطن المغربي ودها التراب ومسكينها العار إلا لقى هذيك السرديلة ولا كبايلة، كبايلة ولينا كناكلوها وكتقوينا وكتخلينا كدوينا على الحقيقة، لأن التصدير هو راس الحربات ديال هاد البلاد، هو سبب الغلاء ديال الحوت، هو سبب الغلاء، هو سبب الغلاء.